الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات الكرام، حياكم الله في برنامج لنا من اسمه نصيب، والاسم اليوم هو اسم الله البر. دواء للجحود والبغضاء ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله سبحانه: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر سبحانه وتعالى هو العطوف على عباده ببره ولطفه، فهو أهل البر والعطاء، يحسن إلى عباده في الأرض أو في السماء. روى البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. البر عز وجل هو الصادق في وعده، الذي يتجاوز عن عبده، ينصره ويحميه، ويقبل القليل منه وينميه، وهو المحسن إلى عباده، الذي عم بره وإحسانه جميع خلقه، فما منهم من أحد إلا وتكفل الله برزقه. قال علماء السلف: البر المحسن الرحيم الكثير الرحمة، الذي إذا عبد أثاب وإذا سئل أجاب. البر هو الإحسان في كل شيء. الله جل شأنه بر يحب البر ويأمر به، ويحب من يتخلق به من عباده الأبرار. من أجمع الآيات التي ذكرت أعمال البر قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب الآن سلوكا، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب تعبدا، أقام الصلاة وآتى الزكاة سلوكا وتعاملا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وصف أصحاب البر: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وصف الله أهل الجنة فقال: إن الأبرار لفي نعيم. بر الوالدين، بر الإنسان بأهله وقومه. البار موفق مسدد مكرم من الله ومن العباد. الاتصال بالبر الرحيم يورث النفس رضا ووفاء لمن حوله. يقول الله: لن تنالوا البر منزلة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الاعتراف لمن أحسن إليك من البر. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار، وفقنا لما تحب من أعمال البر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.